الناس عم تآمن فينا عم تدعمنا، وفي مخرج حابب ينطلق انا اسمه سيف الشيخ نجيب عم بعطيه فرصه وانا حده. تعال هون. انتوا ما بتطلع غير معكم. طبعا شو بدي احكي يعني، حكيت كثير ما بدي احكي قدامه. ان شاء الله اللي حتشوفوه جوا على قد المحبه اللي عم تعطونا اياها. ومثل ما سالوني مع مين مبسوط اكثر، مع اكس او ايجراك، قلت لهم انا بس مثل مرتاح مع سيف الشيخ نجيب، مين ما بتحطي قدامي عادي. بين الفن والسينما شو بتنقي زياد؟ اثنيناتهم صاروا معجونين عجني وحده معي وحببني فيهم سيف. كان يلي هذا الكلام. اليوم بدنا نشوف الممثل زياد برجي بعيدا عن المطرب والملحن. ما بدنا شو رايك بالممثل زياد برجي؟ انتوا بدي رايكم انتوا فيه، انا شهادتي مجروحه. زياد راضى عن ادائك بغمضه عين؟ جدا. خبرنا شوي عن دورك. يعني بالنسبه للي عملته قبل بتصور هلا في تطور. هلا طبعا بدهني هيدي كل العمر بيموت الواحد، بيعيش كل عمره وبعده عم يتعلم فيها، بس بتصور اني استفدت من التجارب اللي مرقت وخففت اخطاء، هيدا اللي بقدر اضمنه. عم نشوفك كثير موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هو انت عم تشوفي منيح؟ نظرك منيح يعني اسم الله. وين نظرك عم بتشوفيني بالسينما؟ مش وين، انا دجا قوي وهلا خمسة بعيون. ليه حاسه الثاني؟ ما بصيب بالعين، ما بصيب بالعين. هل هو لحتى تتقرب من الجمهور؟ هل هو؟ نعم، تواجدك على مواقع التواصل الاجتماعي. لا اتقرب من الجمهور. ايه طب خلص ثانك يو. ما عاجبي؟ بدي كلمة منك. يقبرني الجمهور، أنا وينعاد عليكم. أحلى جمهور الدنيا، كيف ما بتقرب منه؟ ليك ما ألزم. مش خايف من عينيها، خايف من عليها بس، خايف اجرح لقلبها شي مرة بلا ما أحس. وعي قلبي تبكيها ونسيها كل من أحزن. دوجا حجازي، كتبت الصحافة اللبنانية عنك انه انت من الجميلات اللي لازم يطلوا على الشاشة الكبيرة، شو شجعك اليوم لحتى تطلع على السينما؟ هل هو سلاحك الوحيد فقط جمالك؟ اول شيء انا بحب اقول انه انا اوريدي داسي فاشن ديزاين 3 سنين وبشتغل بدومينه، بعدين من زمان عم ينعرض علي التمثيل، يعني اذا هيدا هو بس التارجت او السلاح كنت زمان شفتوني بالشاشه الكبيره، فاكيد لا. وليه لليوم لحتى اخذت هيدي المغامره اذا فينا نقول؟ أول شيء قبل كانوا ولادي كتير صغار، هلأ صاروا بعمر بقدر، يعني تعرف التمثيل بده كتير ياخد من وقتك، فقبل كانوا كتير صغار هلأ كبروا وحسيت حالي أنه ردي لفوت هيدي التجربة. بتشجعي ولادك؟ عم نشوف عندك صبية صغيرة، بتشجعيها لحتى تفوت بمجال التمثيل؟ انا ما عندي اي مشكله، بس بعد ما تخلص مدرستها على اكيد عم ينعرض عليها اوريدي، بس هلا لا، التركيز كله على دراستها. شفناك بالميركس دور وقالوا لك انه ليه ما بتشاركي بمسلسلات كمان، شو عندك بال2017؟ انا هلا اوريدي عندي مسلسل كعب عالي مع عبد المنعم عميري، اوريدي بلشنا التصوير ومفروض ينعرض برمضان. شو دورك بفيلم بغمضة عين دوجا؟ نور حبيبته لزياد أو جاد. نور شخصية كتير قوية، مرة معلمة كتير بتحب شغلها، تركيزها كله على شغلها، شخص ما بيأمن بالحب وعندها ماضي، يعني كله ببين هلأ بالفيلم. بدي مني كلمة لمشاهدي مي ميوزك تي في. بحبكم كتير وإن شاء الله يعجبكم الفيلم، يكون على ذوقكم، لأنه نحن من دونكم، سوري العرب اللي ما كتير قوية، نحن من دونكم ماشي. شكرا لك دوجا حجازي. هشام حداد، بنشوفك عم بتشارك بافلام سينما كثير مؤخرا، ليه عم تنتقل بين التقديم والسينما؟ مش عم بنتقل، عم شارك بادوار رمزيه ما بتاثر على ادائي التلفزيوني ولا على مسيرتي، وعم باخذ ادوار اذا بدك مش بقدر نجوميتي التلفزيونيه، ان شاء الله بيجي وقت وبناخذ دور سينمائي قد دور التلفزيوني. شو دورك بفيلم بغمضه عين؟ فران. هشام حداد، بتفضل التلفزيون او السينما لهلا؟ لا تلفزيون اكيد، هو اولويتي بالنهايه، انا عايش للتلفزيون، السينما بيجي بارتو. شو مشاريعك بال 2017؟ باقي لرمضان على الهواء، وبعد رمضان بعتقد عندي سيزون جديده. هو هن اشياء، ما عندي شيء، يمكن يكون عندي دراما. شو دراما شو؟
دراما يعني مسلسل، مسلسل كوميدي مع داليدا خليل. ليش انتقلت اليوم على الشاشة الكبيرة؟ هلا اليوم ثقبت انه الديل كان بيشجع انه العب كاركتر ابو طلال، بيشجع كدور كمساحة، والحمد لله يعني اصلا كان المفروض هذا الشيء يصير، بس قبل كنت شوي، كانت الخطوة مستعجلة شوي بركة، فهلا صار وقتها. خبرنا شوي عن دورك بفيلم بغمضة عين. انا بكون حلاق المنطقة او الحي اذا بدك، بس هذا الحلاق اللي العالم ما بدها تفوت تحلق عنده، ما حدا بحب يفوت يعني، فوتهم بالقوة للعالم، وبلس انه بالاخر بيطلع مش حلاق يعني في ناس حتكتشف هذا الشيء بنص الفيلم تقريبا، وبيطلع منه حلاق بالاخر، بس متعدي على المهنة وبيخلق معه قصص مع الزبائن ومهضومة. كلمة من ابو طلال لمشاهدي مي ميوزك تي في. مشاهدين مي ميوزك تي في، تابعونا وتابعوا اخباري على مي ميوزك تي في، وكل سنة وانتم طيبين يا اخوان. شكرا. ابو طلال وسام احمد سعد. شوفك اليوم بافتتاح فيلم بغمضة عين، خبرنا شوي عن رأيك بالسينما الموجودة حاليا بالعالم العربي. بشكل عام السينما بتقولي بالعالم العربي محصورة ببلدين، مصر ولبنان، من ناحية الكم ومن ناحية النوع. إلى حد ما بيطلع دائما أفلام جيدة جدا بمصر وجيدة جدا في لبنان، بالإضافة إلى بعض التجارب. طبعا ناهيك أنه في سينما مهمة كتير بتونس، بالجزائر، بالمغرب، وبتطلع دائما بتعمل على مهرجانات اوروبيه، واحيانا عم يكون في تجارب خليجيه كويسه. بشكل عام جيده. بسوريا نحن طبعا نتاجنا السينمائي قليل، ولكن بيكون دائما ذو جوده عاليه. كلمه منك لمشاهدي مي ميوزك تي في. بدي اسلم عليكم واقول لهم كل عام وانتم بخير، وبتمنى هي السنه تكون سنه خير وحب وسلام وصحة على الجميع. عاد عبقول لك والله ما يقدر افيك ابي لا يذبحني الي انا. هي اختك بتعيدها بس على البطيخ. عم اقول ايه؟ يا زغطولة انت يا بطيخ. خلصت الطبات. شوف هالكائن. رفيق الانتين. انتين؟ رفيق الانتين الانتين. اوعى تجيب هدية، انا بعرف ظروفك. انت صدقت؟ ايه؟ اعطي. فيك عم تكتب فيلم سينما، خبرينا شوي. هي تجربة جديدة من نوعها بالنسبة لإلي. هلا طبيعي بالمعهد الفنون مطرح ما تخرجت نحن متعلمين هيدا الموضوع، يعني مش عم بدخل على الكار مثل ما بيقولوا. بس أنا قبلا كاتبة مسلسلين، بيناتهم مسلسل فرصة عيد يلي كان من بطولة زياد برجي ونادين الراسي، وزياد حب طريقة الكتابة وتفاعل معها، فطلب مني إذا بخوض معه هالتجربة كتابة فيلم سينما لإله، يكون رومانتيك كوميدي، يعني رومانسي كوميدي على طريقة زياد، وأنا زياد كتير بتفق معه من أيام استوديو الفن، فحبيت إنه خوض هالتجربة ويكون تشالنج لإلي، وحبيت كتير إني تعرفت على سيف الشيخ نجيب المخرج، وعلى فالكون فيلمز ورائد سنان المنتج، يعني حبيت كتير الجو كله كالعام. وكانت مرحلة كتير فيها فرح وسعادة. نعم. عم نشوفك هلأ بفيلم أمير الليل اللي عم بينعرض. نعم بمسلسل. لا 2017 شو عندك شي جديد؟ هلأ عم صور مسلسل من كتابة جريتا غصيبة ومن إنتاج أونلاين ومن أخراج المخرج السوري وائل أبو شاعر، اسمه المحرومين. وعم بصور كمان مع المخرج والمنتج إلي معلوف مسلسل تاريخي اسمه كل الحب كل الغرام، آخر عمل للكاتب الكبير مروان العبد، هذا آخر عمل كتبه قبل ما يتوفى. وهالمسلسلين كمان كتير حلوين ورح ينعرضوا قريبا على الـ LBC. كلمة من هيام أبو جديد لمشاهدي مي ميوزك تي في. بتمنى لهم بهالسنة الجديدة أكيد سنة بركة وخير، وإن شاء الله يا رب راحة البال وبالسلامة. شكرا. قدرتك مخرج بغمضة عين، خبرنا شوي عن هيدا الفيلم وكيف كان العمل مع كرو مثل ما عم نشوف كتير مهضوم. الحقيقة هن كلهم الشباب معنهم ممثلين محترفين كمهنة، هن كل واحد مصدره الفني إما الغناء أو البرامج أو التقديم أو ما شابه، فكان في علاقة ود مثل ما انتبهتي هلا، وعلاقة صداقة، لأنه هو مش محترف تمثيل بس بيمثل منيح، غير تقديم البرامج، غير مثلا زياد كمغني، دانا كمغنية، فكان في فعلا في صحبة. نشرح المشهد بطريقة هيك كوميدية حتى هيك. لقيت في صعوبة بما انه منهم ممثلين بالتمثيل؟ هن منهم ممثلين بس هن النجوم بأماكنهم النجوم، والنجم بس يكون واصل لمكان، بتخيل إذا بيكون معه مفاتيح شوي بيقدر يحقق إنجازات. مين الممثل اللي بتشوفه هلا موجود على الساحة بيلفت لك نظرك أو بتحب تتعامل معه؟ ما بحب أذكر أسماء الحقيقة، يعني كحسب ما يقتضي الدور اللي بين إيدينا، يعني
كل شخصيه بيلبق لها ممثل معين. ما في حدا معين مثل النجوم الكبار بعالم التمثيل؟ اذا كان في شخصيه بتركب على اي شخص من النجوم اوكي يا ريت. ما بحب اذكر اسماء الحقيقه انا يعني. ولا سكوب ولا شيء ولا شيء. خبرنا شوي عن فيلم بغمضه عين. بعمل لك فيلم لايت بسيط بيحكي عن شاب ضخه القدر بعكس موهبته بطابع كوميدي رومانسي. نتمنى يلاقي اعجاب العالم. كلمة منك لمشاهدي مي ميوزك تي في. تابعونا بغمضة عين سيف الشيخ نجيب. شكرا لك. شكرا. واللحظة عم بتروح ضحكتها من بالي يا قلبي وين جوه شو بعمل بحالي هيا انا عشان عشان يا قلبي. فوكس سينما كنا معكم مشاهدينا بافتتاح فيلم بغمضة عين، وكان لنا لقاءات اكيد مع كل النجوم بالفيلم ومع مشاهير تواجدوا على الريد كاربت.